السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في لعبة جديدة اسمها نوت فور برودكاست أو محاكي المخرج. بإذن الله يا شباب راح تنال إعجابكم هذه اللعبة، فيها تفاصيل حلوة يعطيك جو اللي يقومون بنشرة الأخبار أو أي برنامج تلفزيوني تشوفه. دائما يكون في الاستوديو عندك أكثر من كاميرا تيجي ترتب بينهم، المذيع لسه مش جاهز، في دعاية الحين بنعرض دعاية باقي 5 ثواني، والربكة هذه اللي في الاستوديو والتفاصيل الحلوة هذه راح نعيش مغامرتها اليوم بإذن الله. إذا عجبتك الحلقة لا تنسى باللايك والكومنت عشان ننزل حلقة ثانية فيها واعرف انها عجبتكم. يعني يقولك Not for Broadcast is designed to feel like making live TV، يعني اللعبة هذه صممت عشان تحس بشعور التوتر الشخص اللي عنده بث مباشر. يا حبيبي احنا منزلين بثوث في فورتنايت وببجي امورنا طيبة، فمتعودين على السترس حق البثوث، ما في مشكلة. عندي 5 صعوبات يا اخوان، طبعا راح اختار البالانس. هنا ستوري مود ما في اي صعوبة، هنا اقل، هذا البالانس فنتوكل على الله فيه. اوكي بسم الله. هذه الشاشات يا اخوان، 1 2 3 4 شاشات، وهنا في شاشة في الوسط وفي شاشة على اليمين، وهنا صوت ما صوت. طيب بدأنا بتوتر، هذا يرن له ساعة ما ادري ايش يبغى. انا جالس استدي اشوف هذا جالس يمشي. Hi David, I have a call for you. I'm just putting it through. All right mate, Dave here. Listen, I know you've only come in to clean up the place, but I've got a bit caught up, so you're going to have to run the news tonight. Now don't worry, it's not hard and I'm going to stay on the phone and help you. First, I'm going to give you a quick tour of the broadcast room, so if you're not doing it already, look forwards towards all those screens. Okay. باختصار يا اخوان يقول لي المعذرة، انا ما اقدر احضر الدوام اليوم، فانت لازم تمسك الامور كلها هذه وانا بعلمك عبر التلفون. Right. Look up at the top. That colored bar is your audience. Okay. You want to keep the viewers going up and not down. Okay. ها عدد المشاهدين هذا البث المباشر. هنا البث المباشر اللي يشوفونه المشاهدين. طيب يا اخوان الحين هذه الكاميرات الأربعة اللي موجودة في الاستديو أنتقل بينهم، وهذه الشاشة اللي بالوسط يقول لي اللي أنت تتحكم فيها، يعني يوم أختار واحد هذا واحد بيجي هنا، عرفت؟ وكذا. وبعدين هذه الشاشة اللي هم المشاهدين يشوفونها في الحقيقة في الواقع، فهذه متأخرة عن هذه بثانيتين، فإذا صار أي شيء أسوي له كت أو أي شيء يعني في خلال هذه الثانيتين لازم أتصرف. اوكي شوف المكان اللي انا فيه. يقول لي شغل الكهرباء، والحين يبدا الاستديو، الموسيقى شغاله، فيجن مكسر، وتشغل المكسرات هذه كلها شغاله، مروحه. ما نحتاج المروحه، الظاهر انها مزعجه. اوكي اقدر اوقف، اقدر اوقف الحمد لله. يقول لي قبل شوي الشاشه هذه اللي هو الفيلم اللي قبلنا ينعرض في التلفزيون او المسلسل او ايا كان، فمثل ما تشوفون كان على نهاياته الاسامي المخرجين وهذا وكذا. فالحين يقول لي بيجي دورنا بعد شوي، لازم انك تحضر نفسك تقريبا 53 ثانيه هذا اللي باقي عن بدايه البث حقنا. لوك داون، كيف اشوف تحت؟ والله ما ادري وش هذا يا اخوان، يعني كيف الحين مسلسل جاهز احمل لهم اياه يشوفونه ولا كيف الوضع؟ ماي سالاد ويك سبسكرايب ويكلي تو انجوي ذيس ماوث واترينج ما ادري ايش ريدنج اكسبيرينس. وبعدين كريزي نل كم توم بوملي. باقي 5 ثواني. سكرين 1. جبت العيد من اولها يا اخوان. اضغط 1 و2 في نفس الوقت.
ريلاكس يا حبيبي. ما ادري ايش قال لي، لازم اركز في الكلام. كاميرا 2 3 4 كلهم فاضيين، بس اذا صار شيء ممكن احول الى كاميرا رقم 3 جاب العيد ولا شيء. شو لو تلاحظون الصوت يجي بعد ثانيتين، عرفت؟ لان هذا البث اللي يشوفونه الناس، وانا هذا الواقع الحالي يعني. اوكي جبت العيد يا اخوان، هم يسوون للمكياج. لا الناس شافوا لقطة على السريع وهم يسوون للمكياج. ايوه اوكي. الصوت موجات الصوتيه مرات يقول لك تتشوشر وكذا، فلازم ترتب الاوضاع، عرفت؟ بسيط بسيط الوضع يا اخوان. هنا ركز، هنا ولا هنا ولا هنا الدعايات يا اخوان. اوكي وبعدين كيف اضغط؟ دعاية. اوكي على اليمين دعاية، تحفظ. الحين هم يشوفون هذه الدعاية، عرفت؟ وانا حاليا الاستوديو هذا قدامي جالسين يسولفون معه. ترتيبات والله في الاستوديو يا ولد. ما يا اخوان خلاص انا مثبت الاستوديو. طيب المخرج اللي جالس ورا يا اخي ما في احد يجي يسولف معي. اوكي ناوي توك بزنس. يقول لك الحين دخلنا في اللي اكثر من شخص موجود في الاستديو، فلازم توزع الكاميرات بينهم. النصيحه الاولى انك دائما الكاميرا تركز على الشخص اللي يتكلم، وما تتمي على نفس الكاميرا أكثر من 10 ثواني. أوكي الكاميرا اللي فيها رياكشن ما تستمر أكثر من 3 ثواني، عرفت؟ يلا ان شاء الله ما ننطرد.